الكريب عملناه بطريقة حلوة بعد ما اتعمل اهو، بسم الله ما شاء الله جميل زي الفل، بألف هنا وشفا. وعايز الوصفة على اليوتيوب. الكلوني كريب باللحمة، هنعمل ايه؟ 3 بيضات، كوباية لبن، شوية ملح وفلفل اسود، حطيت 3 بيضات وحطيت 1/2 معلقة ملح، فلفل اسود، فلفل اسود اهي حوالي 1 كوباية لبن، ونحط حوالي 3 معالق زيت، اضربهم الاول وبعد كده اضيف عليهم الدقيق. بحط حوالي 1/4 كوباية، انا ببقى عارفه معياري 1/4 كوباية لبن، كوباية دقيق. خلص الكريب كده، هحمره كده. بصلايه كبيره حطها في زيت تتشوح، وهحط اللحمة عشان اشوح لحمة الكريب. انا كده اهي حط اللحمة دلوقتي، انا بعصر اللحمة عشان الكريم اهو، بعصرها في نفس الوقت. حطيت الطاسة عشان اعمل الفطاير بتاعت الكريم، اقص بس الطاسة في الزيت عشان اعمل الكريم. بس تسخن اعمل الفطير قدامك اهي. واحدة واحدة هنحط بقى ايه، حبة جوز الطيب، حبة فلفل اسود في الحليب، عادي جوز الطيب، انا حطيت ملح عليها وحطيت 1/2 قرص ماجي كده، طعمها شوية عشان نعمل الايه الكريب اهي. ادي اهي الفطاير بعملها. اهي
هتخلص الكمية كلها ولف الفتيرة اهي، مسك الفاصة بقى نحطها على النار. اعمل لكم واحدة تانية قصادكم اهي، لسه وادي اللحمة بتتعصج والفتير قدامكم بيتعمل. الف انا اديتها بقى نص كوباية مية عشان تستوي البصلة وتستوي اللحمة كويس، عشان اهم حاجة ان احنا نسوي اللحوم كويس حتى ولو مفرومة اهي، بتطلع معايا بسهولة. وبعمل الفطاير ان شاء الله هيطلع التريب جميل. اجينا مع بعضينا بالراحة واحدة واحدة. هنحط بقى ايه، حبة جوز الطيب، حبة فلفل اسود في الحليب، فادي جوز الطيب. انا حطيت ملح عليها وحطيت نص قرص ماجي كده طعمها شوية عشان نعمل الايه الكريب اهي. خلص الكمية كلها، حطيت معلقة صلصة على اللحمة المفرومة كده تتشوح عشان نعمل الكريب. ممكن نحط له في الحشوة جبنة موتزاريلا تطعمه. حطينا اللحمة وبعد كده حطيت حبة جبنة موزاريلا، حبة حبة مش حبة براحتي، وبرص في ايه في الطبق اهو، والفتيرة اهي، حطها حبة لحمة على كده وهلفها. هيبقى طعمها جميل قوي ان شاء الله. اهو جبنه هتبقى طعمها حلو قوي لما تسيح فيه، ولسه يتحط عليه كمان جبنه موتزاريلا من فوق، ونحط عليه جبنه شيدر حسب الجبنه اللي انت بتحبيها، بس بيبقى طعمه والله جميل، مش مكلف قوي كمان يعني زي المكرونه البشاميل.
دلوقتي هنحط صلصة كده، صلصة معلقة صلصة بنحط عليهم معلقة مية كده عشان تبقى خفيفة مش تقيلة. أكلة اقتصادية وبسيطة وحلوة لعيالك يتعشوا بيها. وتدخليها الفرن وكده وتاكلي احلى كريب ان شاء الله بالهنا والشفا. كريب عملناه، الكريب عملناه بطريقه حلوه وبسيطه. لبن، كوبايه لبن، كوبايه دقيق، ربع معلقه او معلقتين زيت، شويه ملح وفلفل اسود، وثلاث بيضات بلدي او بيضتين من الكبار، وكوبايه دقيق، ويتضربوا كلهم مع بعضيهم وتعمل الفطاير اللي احنا عملناها دي، ونعمل طبق كريب تحفه بالهنا والشفا لعيالنا، وحطينا عليه جبنه موتزاريلا وحشينا بالجبنه الموتزاريلا اللي هم بيحبوه. بالف هنا وشفا. واللي عايز الطريقه على اليوتيوب. ادي الكلوني بعد ما اتعمل اهو، بسم الله ما شاء الله جميل زي الفل. بالف هنا وشفا. وعايز الوصفه على اليوتيوب.